Black Lives Matter ليس مجرد هاشتاغ، إنها صرخة مدوية، إنها حركة لها جذور عميقة في تاريخ النضال من أجل حرية السود. نحن أكثر من أسيئت معاملتهم بين الناس في العالم. إنها قضية تتعدى الولايات المتحدة، إنها في كل مكان. نحن نواجه الجهل والإنكار، لا أستطيع التنفس، صمت البيض عنف أيضاً.